واحدة اتصلت بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتسألها بتعيط ليه؟ قالت لها جوزي بيخني. قالت لها ازاي؟ قالت لها ده بيكذب علي وبيقول لي انه بايت بره عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما يمكن ما بيكذبش عليك. قالت ازاي ومحمد بايت عندي؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وايه ذنب الخروفين من غلطة ارتكبها حمار؟ واحد بيقول لمراته السداي ان جارنا بيقول ان خان مراته مع ستات العمارة كلهم الا واحدة بس. قالت اكيد الولية الرخمة اللي في الدور الرابع. واحد حرامي دخل على راجل ومراته يسرقهم، قال للست اسمك ايه؟ قالت مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك زي اسم ام. قال للراجل اسمك ايه؟ قال له اسمه فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال اسكتوا والله لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لمراته انا بحب فتراك جدا جدا. قالت له وانا بحب حسين جدا جدا. قال لها يا ستي ده فتراك دي مربى. قالت له وحسين ده العسل. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعه. بصت له بغضب كده قال لها لا بتقدم ولا بتاخر. مره واحد بلدياتنا شاف الساعه واحده بس. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. يقول لك واحد مسرور راح المحكمه فطلبوا منه اي حاجه تثبت ملكيته البيت، جاب لهم صوره وهو بيشطف في البيت. واحد اسمه نادر اتجوز واحده اسمها نادره، خلفوا ولد مهدد بالانقرار. اتنين محكوم عليهم بالاعدام، واحد طيب والتاني ندب. فقال له الطيب قبل ما تموت تحب تعمل ايه؟ تحب تشوف ايه؟ قال احب اشوف امي. فطلبوا من الندب وانت تحب ايه؟ قال احب ما يشوفش امي. مدرس بيقول لطالب ضع كلمه دج في جمله، قال له الطالب دج يا مزيكا. واحد اخرس بلع 10 قروش اتصل 10 دقايق. واحد خاطب واحده وشكله مش قوي، فخطيبته طلبت منه صوره وهو مسافر بره، فبعت لها صوره وكتب عليها عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد غبي راح ماتش كوره وقعد جنب شله ناس عمال بتشجع وعمال يقولوا هلا حي والاول جاي، هلا حي والاول جاي، قام الجون الاولاني جه. بعد شويه قالوا هلا حي والتاني جاي، هلا حي والتاني جاي، قام التاني جه. قام قعد قال لهم ايه يا جماعه؟ يا جماعه اسكتوا بقى، اللي شاف الماتش ده قبل كده ما يتكلمش. واحد ابنه المولود مرض، خدوا على الدكتور، فالدكتور قال ابنك شرب لبن منتهي مده صلاحيته، فرد عليه اب اه معلش اصل ربع من جدته امبارح. واحده سمراء قوي لبست فستان احمر وقالت لجوزها دلعني، قال يا فحمه مولعه. بلدياتنا قاعد على البحر شاف واحد عمال بيغرق ويطلع ايده من الميه، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟ واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواقة، قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. ضابط مسؤول مسك ثلاثة في الشارع وخدهم على الاسم، قال لهم اللي هيقول لي جملة فيها كلمة لا أو آخرها كلمة لا هيروح. الأول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا، قال له روح. الثاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا، قال له روح. الثالث قال له تصدق إنك ضابط ابن كلب، قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاثنين وأنا لا. واحد من كتر ما خسر في البورصة تعب وعي، راح عند الدكتور، قال له الدكتور يا لهوي ضغطك وصل 70، قال له بيع بيع بيع. مدرس بيسأل طالب فافي بيقول له هات لي اسم ثلاث حيوانات بر مائية، قال له ضفدع وأمه وأخته. واحد غبي حلق شنب ودخل على أهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. مسطول بيسأل مسطول زيه الساعة كام؟ قال له معرفش، قال له غريب أنا معايا معرفش إلا خمسة. بلدياتنا حب يعمل ارهابي خطف ابنه محدش سال عليه قام قتل. واحد مسطول قاعد يحشش مع مراته لغايه ما نسوا نفسهم وفجاه حد خبط عليهم فقامت المراه وقالت جوزي جوزي، قام الراجل قام وراح نط من الشباك. واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقي كنز، قال كويس فضل الخريطه. اتنين بلدياتنا بيلعبوا شطرنج، الفيل اتخنق. يعني مثلا اخش على طول في الموضوع؟
واحد عسكري بلدياتنا في الخدمه لقى قرد في الشارع واداه للضابط بتاعه، قال له يا باشا انا لقيت القرد ده في الشارع، قال له روح وديه على حديقه الحيوان. غاب العسكري شويه ورجع ومعاه القرد، قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال له وديته على حديقه. اوديه تاني فين؟ على الملاهي. واحد صحي من النوم على زعيق وصوت، سال الجيران ايه في ايه؟ قالوا له الميه مسمومه. مراته صحيت سالته في ايه؟ قال لها مفيش حاجه، روح اشرب انت ونام. حرامي دخل البيت عشان يسرق، وهو بيفتش طلعت عليه صاحبه البيت وكانت تخينه قوي، مسكته ورمته على الارض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها، واد يا محمد واد يا محمد انده ابوك من على القهوه. الحرامي قال لها بسرعه وحياه ابوك يا محمد. حمار عادي وحمار وحش عاملين مسابقه، بدا السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمه ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 اب. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال اه قلبك اسود قوي. واحد غبي مش جال له نوم، قام يدخن سياره، قعد يدور على كبريته ولا عمل ايه، راح مطفي الشمعه ونام. واحد راح يشتري ساعه لقاها غاليه اشترى 5 دقايق. واحد بلدياتنا رجع من الحج سالوه كيف الحج والخدمات في السعوديه؟ قال لهم والله كل حاجه تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزياده، وانا بنصح اي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعوديه.